في الناشط السوري عبد الباسط الساروت بعد أيام من إصابته خلال المعارك الدائرة ضد قوات النظام في ريف حماة. ويعد الساروت أحد أبرز قادة الحراك الثوري في مدينة حمص ومن أبرز الوجوه المعروفة في الثورة السورية، كما قاد الكثير من المظاهرات السلمية ضد النظام قبل أن يحمل السلاح. وكان الساروت حارسا سابقا لمنتخب شباب سوريا، لذا قد أطلق عليه لقب حارس الثورة. الله يحفظكم ويرفع قدركم ويوفقكم باستقبالكم إن شاء الله.